السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى يا ربي تكونوا كل شيء على خير وبخير، وان شاء الله يا ربي تكونوا في صحه جيده. مهم هاد المره غنقول لكم اللي دخل عندي لا فيديو ماشي يدير ابوني ولا يضغط على زر الاشتراك، ولا غادي نقول لكم بارطاجيو 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 لاشين ديالي هكا باش تستافد منها هكا، نيت ما تعرفوا طيحوني في شي محسن ولا شي حاجه. مهم هذا فضلا منكم ولا سامر اللي بغيتو بارطاجيو لي لاشين ديالي. المهم اليوم اول مره، انا صراحه اول مره في حياتي غادي نغسل الثلاجه، غادي نخمل الثلاجه ولا نغسل الثلاجه. بغيت اليوم نشارك معكم، ما ديروش على هاد الصباغر، كان ولاد اختي صبغوا ليا هنايا ومعدرت معكم الروتين في الصباح مع ملي مشاو، وجيت دابا الثلاجه ملي دخلت جيت غادي نغسلها معكم. اصلا اخوتي فريه 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 هاد الثلاجه، وحق الله لا حول ولا قوه الا بالله. دابا انا غادي نوريكم فريكم اللي غادي تشوفوا غادي تقولوا راه فيه شي حاجه، هو عامر غير ثلج غير ثلج بزاف. هاني غادي نشارك معكم، غادي تشوفوا ها انتم شوفوا شفتوا غير ثلج وفيه القراعي، ها انتم ها هو غير ثلج وفيه القراعي، هذا الشيء كامل راه ثلج. مازال هادي راه واحد الفته، هذا فرماج وهذا واحد التخريقه، وتما القراعي ديال الماء. دابا غادي نفتحو معاكم باش نخملو اختي الثلاجه، نحيدوها نديوش اختي على السراب شويه داك الشيء السراب شو 50. المهم غادي نحيدو ونحل الثلاجه، غادي تشوفوا معايا هنايا باش نبقى هكا تتبان ليكم، واخا انا راه وجهي ما تيبانش مزيان الاضاءه عيانه. بلاتي نشوف اختي، عييت ما ندوركم، عييت ما نقادكم، ما عرفتش انا راه وجهي ما تيبانش مزيان. المهم هذاك راه ماشي وجهي، هذاك راه ماشي وجهي. غنحيدو هذا الشيء، ها انتم شوفوا ني كل شيء غادي، كل شيء اللي خسر. كاين شي حوايج صراحه انا غير كنت حاطاهم ما تنستعمل ما والو، هادي كان نبقى فيها واحد الشكلاط البيض ودرتو هنايا، قلت ما نعرف احتاجو شي مره ولا هذا تيخلعني في التليفون. صافي هذا شبت تما مع الاخت ديالكم كنت كنصوم، هذا واحد شويه العنان هنايا كرموس، ما اختار ما عنديش شي حاجه كرموس، هذه واحد الكيكه نسيناها. صافي وهنا غنحيد شكون بلاتي معايا نشوف شكون هذا. دابا انا عطيت لسيمو يصورني باش هكا تبان ليكم كلشي مزيان. صافي غنحيدو نكتب نحيدو هذا الشيء نحيدو من هنا هاد الخضرة غنخليه باش نسحبي. هاد واحد القشدة كانت جابتها ليا صاحبتي وبقات ما درت بيها والو. عرفتي سي محمد قال لي والله تا غيضحكو عليك الا شفتك غادي الا شافوك غادي ريجابي، ولكن اجي اجي قرب لي قرب لي زيد زيد زيد. شوفو شوفو شنو مخوي تما، عرفتو معرفتش شنو مخوي ليا، شوفو يعني ضروري جافي يعني سير بعيد ليا شد مزيان وكون مصور مزيان. صافي دابا درت فيها جافي صراحه مبغيتش ندير تيل ما عرفتش والله، المهم غنمسح هاد الشي عرفتو راه معلكة شي حاجة معلكة بزاف بزاف على معلكة اختي بزاف، وجافي قلت غادي يسهل عليا المأمورية. شي لعيبه باش تدخل ليا تحيد هاد البلاصه. صافي حبسني. المهم دابا وصلت لهنايا الباب عرفتو بقيت مخشيه فيها، كنحاول انني زعما ندير ننظفها مزيان. صافي هادو باش غادي نغسلهم صراحه نقايه، وبهذاك البانوز التيلو جافيف صافي. ودابا كنمسحهم
هكا وانا ندير وغادي نركبهم. غادي ندوز لهادو داك الشيء ديال التحت عفتو واحد روينه واحد روينه من عاودش ليكم. صافي هادو غادي نمسحهم بهذه الطريقه يا اختي. هنا مازال عاد غندير تيقولي سي محمد لا هذيك راه الفوق هذاك تشي ديريها لتحت راني الفوق هي اللي فيها ديال البيض بصح راه بحال بحال نفس اهدر اهدر راه نفس القياس ها انت شتي راه نفس القياس زايزون تيدير ليا هوك بالاشاره اي قالك هذه اللي فيها البيض هي اللي غادي تجي دي الفوق ولا كي راه بحال بحال صافي وهذيك التحتانيه ثم مع وقع لي ستوكاج عاد مشيت تمسح شوفوا الثلج شفتوا غير الثلج صافي حيدنا هذاك الشيء اللي غيتحيد هادو راني غسلتها هانتوما كيف ما شفتوا هذيك العيبه اللي بقات لي كحله ما عرفتش كيفاش غادي نحيدها ولكن غنحاول معها دابا غادي نحاول نعاود نمسحها. المهم دابا غادي من بعد ما غسلتها غادي نعاود نمسحها من الداخل غادي حيت باقي فيها الماء غادي نمسحها بالخل من الفوق شوفوا راه كلها مدمعه من بعد بعدا نخليها شويه تمسح وغادي نمسحها هنايا بالخل راه واخا كان كلها تمسح بالخل ولكن اخوتي راه هذيك راه خاصها تيدي وجافيل شنو خاصها تمسح بالخل والمنقاط عيال سمح الله ما بغا يدوي تيتعكس بعدا مرات تيزايزل ليا تيبغيش يدوي بعدا مرات تيبغيش يتسخر اختي شو انايا دزت غسلت مع وقع لي ستوكاج في التليفون شوف راه الدسره ما مسخش اختي راه هذيك الصباغه كانت طاحت فيه ها نتوما غسلتهم ومسحتهم مع ستوكاج ما يمكن ليش انني نصور كلشي شوفوا الثلج افران اللي بغى يجي عندنا عندنا افران عرفتوا كان الفريق وعامر كله شيء وا سيمو وداك الشيء اللي مسحته حق الله رجعتي عرفتوا سي محمد من الصباح وي يعيب فيا غندير هذا هنا وغادي ندوز اختي نجيب ليكم هادو بعد ما غسلتهم وتسكترو ومسحتهم باش غادي نقادهم المهم غنعيشو معاكم غادي نقاد هادو هنا صافي هذا الدواء ديالي غادي نحطو هنايا المهم هادشي راه من راني مسحتو زعما وعاد غادي نشوف هنايا شنو غادي نحيد صراحة هاد الكرموس راه يلاه درتو هذا زيتو صافي وهادو هاد الفلفلات الواو الواو مساكن صافي هادو غنحيدهم حاجه لكم غادي يلو هاد الشيء نحيدو ونقع لي ما فيها ما يدير غادي يلو هو راه حاد بنزين صافي بقات هاد الفلفلات والطماطيش هما اللي زوينين هيا من بعد ما مسحت ديك الشبيكة ودرتها غسلت فيها ايه
الشبكه غادي يجي هنا هذاك الخل وصافي. هذا الشيء اللي كاين غادي هي الثلاجه. لا باقي لي هذاك ديال الصندوق صافي. هنايا الثلاجه عندي غير ديال حيت ما عندي لا خضره لا حتى شي حاجه صافي. صافي هنا حليت انا نشوف.